قال أبو التياح كما في الحوادث والبدع للطرطوشي، قال أبو التياح: قلنا للحسن رحمه الله: أنعود مريضا أم نجلس عند قاص؟ قال: عودوا مريضا. فقلنا: أنشيع جنازة أم نجلس عند قاص؟ قال: شيعوا الجنازة. قلنا: أنمشي في حاجة أخينا أم نجلس عند قاص؟ فقال رحمه الله: اذهبوا في حاجة أخيكم.